حاول فادي كورة بالطلاع لكن ما يفهموش حمد الهوني، ترجع الكرة لاتحاد بن قردان، برافو بدران قصان الكرة متميز من عبد القادر، ترجع الكرة الحكم يقول مواصلة اللعب اتحاد بن قردان في عكس الهجوم، ترجع الكرة روبلي ديفونسيف يا الولاد، ترجع الكرة مرة أخرى لريكاردينو سيف الجربي والهدف الأول. الهدف الأول لاتحاد بن قردان في 16 دقيقة لعب عن طريق سيف الجربي.